مسجد القطب الصوفي الكبير أحمد الرفاعي ابن علي المكي ابن يحيى ابن ثابت ابن الحازم أحمد ابن علي ابن الحسن رفاعة ابن المهدي ابن أبو القاسم ابن محمد الحزين ابن الحسين ابن أحمد الأكبر ابن موسى أبو شيحة ابن إبراهيم المرتضى ابن موسى القاسم قربنا جامد ابن جعفر الصادق ابن محمد الباكر ابن علي زين العابدين فاكرينه ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. انت عارف الزرار اللي بيتعمل عليه جاكيتة؟ هيدي حكاية مسجد عمك الرفاعي. كاننا في زاوية صغيرة بتاعت شيخ مشهور جدا في المنطقة اسمه الشيخ علي أبو شباك. الزار كان بيقف على الشباك بتاعه يدعو، وشيخ صوفي ينتسب إلى الرفاعي الكبير صاحب الطريقة السوفية الرفاعية الكبيرة، اللي هو صاحب نسب اللي قلناه واحنا داخلين المسجد ان هو يصل الى سيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه الذي علمنا الكثير. كان زاويه صغيره ناس سميها بشباك سموها مسجد الرفاعي. ام الست بقى اللي انتوا عارفينها كلكم يعني اسمها مشهور جدا ليه؟ ست خشيار هانم او هوشيار هاني او هوشيار خاطر هاني، انما هي احنا نعرفها ايه؟ الوالدة باشا. الوالدة باشا هي اللي قررت تبني هنا هذا المسجد الكبير جدا ده. بس المسجد تعصر زي ما كنا في مسجد السلطان حسن، وقلت لكم انه السلطان حسن نفسه من كتر المصاريف كان يعني لولا الكسوف يعني كان وقف المسجد ده سنة 1880 قالت أنا هبني، لكن اتعصر كتير. مين بقى اللي أحيا الفكرة تاني؟ هو لما يقول لك سنة 1880 وتيجي سيرة الخديوي إسماعيل ما تستعجبش، لأنه ممكن يكون كان في الخطة لأنه مشي قبل كده بحاجة بسيطة وجي الخديوي توفيق. لكن اللي قرر يحييه تاني سنة بقى 1905 هو عباس حلمي التاني. احنا كنا قلنا عشان اللي ما سمعش قبل كده ان احنا في عباس حلمي الاول اللي هو جه بعد ابراهيم باشا ومحمد علي، وده احنا لا بنحبه ولا هو بيحبنا. عباس حلمي التاني ده عمل حاجات كتير، من ضمنها انه اعاد فكرة تأسيس هذا المسجد العملاق. انتوا شايفين حاجات بالذهب فوق اهي باينة، معرفش باينة ولا لا في الكاميرا، في مذهبات بالذهب فعلا مش بحاجه تانية، ورخام جاي من بني سويف ومن اليونان ومن ايطاليا. بني سويف بتخش في الحاجات دي لان كان فيها رخام، معرفش لسه فيها ولا لا، بس كان فيها رخام عظيم جدا لانها رخام نادره يعني، وتيجي من بره. وزي ما انتم شايفين بنت بقى المسجد دوت، وفعلا هي دفنت فيه بس قبل ما يفتتح. الوالده باشا اتدفنت. تعالوا بقى نشوف في قصص لطيفه عشان تعرف التاريخ بياخدك ويوديك كده في حاجات عجيبه. قصه ان هنا شاه ايران وان هنا الملك فاروق، والاثنين ليهم حكايتين يحتاجوا ان احنا نبص عليهم. على شمالك وانت داخل على طول هيبقى مقبره الملك فاروق، الملك فؤاد، شاه ايران. تعالوا بقى نبص عليهم. زي ما انتم شايفين صرح عملاق. عارفين دي ايه المكان ده الواسع ده؟ ده ما كانش مكان للصلاة ولا حاجة، ده مكان كانت تيجي فيه الأميرات، ليهم أماكن، ليهم بقى كراسي فخمة يقعدوا عليها وهم بيزوروا المقابر أو هم بيدفنوا، وليه المطلع اللي هم على السلم الشهير اللي انتوا عارفينه بتاع السلم الرفاعي اللي هو ده ما طلعناش منه، بيطلع منه وبيخشوا على الاستراحة العظيمة دي العملاقة دي اللي معمولة كلها برسومات فيها أزرق لون تحفة بقاله دلوقتي 100 سنة وشوية وثابت اللون، فخامة مش معقولة.
عشان يخش الضريح، عشان نخش نصور مقبرة الملك فؤاد، أن نمر عبر مقبرة شاه إيران، وليها قصة لطيفة. هنا في هذه المقبرة شديدة الفخامة بالرخام الأخضر، تعرفين ده من أغلى أنواع الرخام، شايفين فوق مش شايف من كتر الطول الارتفاع، أنا مش شايف السقف فوق، ومش هنعرف نجيبه، يعني عايز إضاءة ما نقدرش عليها. وما ده هنا دفن شاه إيران، واللي عمل طبعا دفنه مشكلة يعني بيننا وبين إيران. لكن القصة اللطيف فيها إيه بقى؟ تعرفين إن شاه إيران كان متجوز الأميرة فوزية المصرية طبعا، وبعدين طلقها هو. أبوه كان مدفون هنا، أبو شاه إيران لما قامت عليه ومشوه من هناك جه دفن هنا، لأن في صلة نسب بيننا وبينهم اللي هو رضا بهلوي، جه دفن هنا. لما مات هنا ودفن، لأنه كان مشي ومسك الحكم أو الإمبراطورية الإيرانية وقتها، مسكه محمد رضا ودفن الأب هنا. الابن راح جايب جثمان الأب بعد ما طلق فوزية، قال لي أنا عايز أبويا عندي هناك، فراح شايله موديه. وفضلت المقبرة، وشاء القدر إن اللي حصل طبعا الثورة الإيرانية، والشاه ملقاش حتة يروحها في العالم كله. والحقيقة رئيس السادات خد موقف، أنا في اعتقادي إنه موقف إنساني كبير. هو صحيح قال إنه شاه إيران وقف جنبينا وعمل مواقف عظيمة جدا في 73، وإن هو كان عايز بترول ومش لاقي بترول، مزنوق في بترول، وكلم الدول العربية قال له حاضر هنبعت لك، وفعلا هم سندونا مساندة عظيمة يعني، لكن هو كان حاجة مستعجلة جدا. فكلم شاه إيران، فشاه إيران حرك الباخرة اللي ماشية في بحر المتوسط راح أوروبا، قال لهم اطلعوا على مصر. ففضل هو يذكر له دوت لما حصل إنه ما لقاش حتة يروحها في العالم. فالرئيس السادات قال له اتفضل، جه ما قعدش عندنا شهور سنة 79 ومات سنة 80. بس ما يمكن هم اخذوا مش بس المأخذ ده، السادات عمل له جنازه عسكريه رهيبه جدا وحضرها بنفسه ودفنه هنا. لكن المقبره ما كانتش بالفخامه دي. الامبراطوره بقى مرات الشاه في سنه 85 طورت ده وجددت بقى وعملت الحاجات اللي انتوا شايفينها. بس شاء القدر ان هو بعد ما خد ابوه ورجع هو يجي، يعني لو كان خلى ابوه كان قاعد معاه ونسه. لكن هذه الاقدار العجيبه اللي ما تعرفش الدنيا فيها ماشيه ازاي.